أهلا ومرحبا بكم في قناة نجا تك. لدي في هذا الفيديو لتقديم أحدث إصدارات NVMe و SSD. أعلن سيجيت ذائرون وولف 510 محرك أقراص N.2 NVMe SSD متين للغاية مع سرعات تخزين مؤقت تصل إلى سرعات 3 غيغابت في الثانية. أعلنت سيجيت تكنولوجي عن أحدث الحلول عالية الأداء لبيئات ناس متعددة المستخدمين، مضيفة إلى خبط منتجات إيرون وولف SSD الحائز على جوائز. تعد سي ووك 510 من سيجيت محرك أقراص N.2 NVMe SSD بسرعات تخزين مؤقت تصل إلى 3 جيجا بايت في الثانية للأنظمة المتوافقة مع NVMe، وهي مثالية للإبداع والإيجابيات والأعمال. يحتاج ناس إلى تخزين متعدد المستخدمين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتم تمكين ذاكرة التخزين المؤقت فيه. سيجيت انتروس ذائرون وولف 512 محركات متينة للغاية وعالية الأداء مع ضمان لمدة 5 سنوات. يلبي إيرون وولف 510 SSD متطلبات الشركة المصنعة الرائدة ناس لمحرك أقراص واحد للكتابة في اليوم DWPD، مما يسمح لبيئات ناس متعددة المستخدمين بالقيام بالمزيد مع بياناتهم بأداء دائم. إن إيرون وولف 510 SSD موثوق به مع 1.8 مليون ساعة من الوقت المتوسط بين الفشل NTBF في عامل PCIe. شكل عامين من خدمات استرداد بيانات الإنقاذ وضمان محدود لمدة 5 سنوات. تساعد إدارة إيرون وولف هيلث مانجمنت على تحليل صحة محرك الأقراص، وستتوفر قريبا على أنظمة ناس المتوافقة. نحن أول من قدم NVMe N.2 مصمم خاصصا لان ناس، والذي لا يتجاوز مقاييس أداء SATA فحسب، بل يوفر أيضا 3 أضعاف القدرة على التحمل مقارنة بالمنافسة. يفي هذا بمتطلبات التحمل المطلوبة لان DWPD واحدة التي يتوقعها شركاء ناس لعملائنا. يتوفر إيرون وولف 510 SSD PCIe Gen 3/4 NVMe 1.3 بسعة 240 غيغابايت و 480 غيغابايت و 960 غيغابايت و 1.92 تيرابايت، وهو متوافق مع كبار مرضي ناس لتوفير تخزين الخادم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المبدعين الذين يستخدمون ناس.